تقول هناك بعض المعلمات يرتبن ولادتهن بإذن الله تعالى أيام الدراسة حتى تحصل على إجازة 60 يوما، هل يجوز لهن ذلك مع تأخر بعض الدروس على الطالبات؟ إن كان المقصود أنها تتخذ دواء يؤخر الحمل حتى تترتب الولادة عندها بزعمها حسب ظروفها، فهذا من العبث ومن الأمور التي قد تضر بصحتها. عليها أن تتوكل على الله وتترك الحمل على حاله، ولا تتخذ شيئا يمدد الحمل أو يؤخره لما في ذلك من الأضرار ولما في ذلك من منع الحمل، والحمل مطلوب في الإسلام إلا إذا خشيت على نفسها من الضرر في صحتها، إذا خشيت من الضرر في صحتها وقرر الأطباء أن عليها ضررا من تتابع الحمل فلا بأس أن تأخذ ما يؤخره عنها حتى تستطيعه. نعم. يبدو أنها تسأل عن تعمد أخذ الإجازة يا شيخ، تعمد ترتيب ذلك كي تنال الإجازة عن العمل تدع الطالبة. الإجازة هذا حسب النظام، تأخذ من الإجازات ما يسمح به نظام الدولة. نعم. إذا كانت تقصد ترتيب الولادة حتى تدرك الإجازة نظاما، المهم أن مسألة الإجازات هذه حسب النظام، تأخذ منها ما يبيحه لها النظام. نعم.